محمد إسلام شاشي طفل في الرابعة عشر من العمر، يخطب في الناس بفصاحة وبلاغة. استقطب الناس بمسجد العتيق بالعلمة، فأرهفوا له السمع وشرأبت له الأعناق. فمن أي طينة أنت يا إسلام؟ محمد إسلام شاشي الجزائري، 14 سنة، الصف الرابع من التعليم المتوسط، من مدينة آفل ولاية الأغواط، ممثل أطفال الجزائر في المحافل الوطنية والدولية وسفير أطفال المسلمين في العالم. هو موهبة ربانية، طفل كأي طفل وجد في البيت والأسرة المناخ المناسب والظروف المناسبة حتى يكون مشروع عالم للأمة. يحفظ كتاب الله والحديث الشريف، وله قدرة خارقة في الخطابة. إسلام يطمح أن يكون إماما لجامع الجزائر الأعظم. أحلم بل سأسعى بكل جد واجتهاد إلى أن أكون عالما ربانيا مسلما حاملا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكون إماما وخطيبا بأكبر مسجد في إفريقيا ورابع أكبر مسجد في العالم، ألا وهو جامع الجزائر الأعظم. أنا نسميه شفتة، لأنه إن شاء الله عالم وإن شاء الله علامة، وإن شاء الله راح يكون كالأمية تاعو وعالم الجزائر إن شاء الله وإمام المسجد الأعظم، وهذه رسالة إلينا جميعا. يحفظ 2500 بيت من الشعر العربي، ولا مجد عند إسلام إلا بالعلم. أوصي جميع إخوان الأطفال بطلب العلم والعمل به والتخلق بالأخلاق الحميدة، فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. وكما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: العلم زين فكن للعلم مكتسبا، وكله صالحا ما عشت مقتبسا. أتعبت من يريد تقليدك يا إسلام، وتستحق فعلا لقب نابغة الجزائر.